احنا هنا المعاناة تعبانة كلش، يعني بالنسبة لي انا احكي عن نفسي، الجرعة كل 12 يوم اشتريها انا من برا، الجرعة 150,000. المعاملة مال الاطباء جيدة، احنا ما نقول مو جيدة، الاطباء مش بديهم، احنا نحتب على الدولة، نحتب على وزارة الصحة، لان علاج ما توفره، يقول لك انا ايش بدي، انا موظف هنا، ايش اريد اسوي لك يعني؟ انا ما مقصر وياك، يعني الرجل يجي كل ساعته بساعته يفحص الطبيب، يفحص هاي تحاليل اكو، بس علاج ماكو، ماكو فائدة. زين هسه احنا نشتريه من برا، هاي خلصنا منها. هسه انا اريد احجز بالخاص على حسابي. اجي احجز قبل 3 ايام يلا حصل غرفة، يو يومين يو اخابر. وتعال هسه كن تصعد وياي هاي الكاميرا تصور جوا وتشوف، يعني قبل يومين انا البارحة مقابر واليوم جيت يقول لي ماكو يعني محجوزة. يعني معاناة، شو تريد تسولف؟ وهاي الناس انت هسه تكون كلها تسألها مو الا انا. يعني احنا بالنسبة يعني تعبنا والله، الناشد من وزارة الصحة نايمة، هسه تطلع هذاك اليوم طلعت قناة تصور يقول كله موجود العلاج. وهذا العلاج هسه احنا هذا الدفتر عنده موجود، وهاي الناس كلها تشتريه من برا. فمعاناة يعني معاناة، المن شو تسولف يعني؟ شو تسولف ويا من؟ المن نوجه عتبنا؟ ما نعرف. اولا ناشد من خلال قناتكم الموقرة بأن هناك بعض تلكاءات عند وزارة الصحة وبعض المحافظات يقولون اكو علاجات خاصة للأمراض السرطانية. توجد علاجات، لكن ندخل المستشفى نفاجئ بهذا الأمر. علاجاتنا تكون خارج المستشفى، منها المواد الكيميائية اللي هي جرع نشتريها من صيدليات خاصة. زين نلتجئ للمختبر. المختبرات اللي داخل المستشفى هناك بعض التحاليل لا ما توجد بيها، لان تحاليلها مو مرصوعه 100%، لازم اكو تحاليل خاصه ومبالغ ما نقدر نستوجبها اللي توصل مبلغها 150 200 250. فهاي الامور نرجو من وزاره الصحه تتابعها متابعه لسيقه وعدم اهمالها. والمواطن يعاني معاناه كثيره، خاصة اللي احنا من الطبقة السفلى من يعاني معاناة. يعني مثل ما تقول انت اليوم اصبحت تلجأ لهذا المرض اكو الله سبحانه وتعالى معالجة داخل المستشفى، اطباء وكادر موجود متمارس صحيح وما يقصرون، لكن الادوية والعلاجات مثل ما تقول ثلاث ارباعها خارج المستشفى. لا
سليمه مو؟ سليم. اي استريح انه صار دقائق. دور انت ليش الفحص اساسا؟ اولا انا من محافظة الديوانية، صار لي اراجع هنا اكثر من 5 سنين من 2019. الانتظار كل صعب باعتبار هذا مركز صحي ما يكفي يعني الناس هنا المحافظات، هذا مركز بحاجة الى مستشفى، يعني نبقى هنا اذا ما تجي من الصبح بالستة بالسبعة تتأخر لثاني يوم تدخل. هذا بجانب الادارة. الجانب الثاني، الشق الثاني من العلاجات، اخذت فترة استاذ اشتري الابرة، هم يعرفون الاختصاص الاطباء واللي الادراء، كترودي 1 مليون دينار، ويجي توصية من الحارثية، ومن الحارثية يجي عن طريق تركيا وتهريب العلاج، ما بي اي فايدة، يدرون بتهريب العلاج، كترودي ما يطبع وزارة الصحة مسجل، تهريب ما بي كل فايدة، كل ابرة اخذها 1 مليون دينار، وكل فايدة ما بيها للعلاج، ومواطن تعبان ومحافظات والمليونين كلش هواية. واحنا والهلا استبشرنا خيرا بمحمد الشياع السوداني، يقول المواطن ما عنده 5000 يدفع. انا اليوم حاكيك يوم 16/5/2023 انا مشتري هاي الابره اكسبران، يعرفوني اهل الاختصاص، هاي 110000 دينار الابرتين، هسه اشتريتهن 220. وين وزاره الصحه؟ وين وزير الصحه اللي يقول العلاج متوفر؟ اللي استبشرنا بالسوداني قال قبل 6 اشهر راح اوفر العلاجات، وهذا الشريان الاساسي للمواطن. هسه يوم 16/9 انا حاكيك 16/5/2023 هاي مشتريها 220000 اكسبران، يعرفون اهل العلاجات والاختصاصات، ما متوفره بالمستشفى. المدير موجود هسه، الاداره موجود، هذا العلاج ما متوفر، منين تجيبونه؟ قله وزاره الصحه ما موفرته لنا، لانه مو اختصاص. هو هذا اللي جاي وزير الصحه مو اختصاصه، هذا جاي من حزب، جاي من كتله، ما اجى طريق اختصاص، وجاي يعرف الادارات والمستشفيات واداراتها وقله اعداد السرير والطوابق. هذا مركز صحي بسيط، يعني الاف الالاف البشر المحافظات، هو ما عنده طاقه استيعابيه، يا دوب يستوعب 100 200. احنا محافظات الفرات الاوسط كافه على هذا المركز، يعني اكو منها ما تلحق باول يوم، يبقى ثاني يوم داخل، وناس كسبه وعندها اشغال، ومنها ما عندها سيارات، والمرض اتعبها والعلاجات اتعبتها. يعني هذا انا هسه مشتري 200 كل 21 يوم، مو مره واحده، هاي يعرفونها هم دوريه هذا العلاج، كل 21 يوم 220000. قبل كنت تشتري 1 مليون كل 21، وهوايه شغلات الاداره، يعني المستشفى هسه هو يعني القاعه هاي تاخذ لها 50 نفر، احنا عددنا بال1000، القاعه تاخذ لها يمكن 50 نفر، عدد بال1000. ثانيا الناس شيبه، ناس شيبه مرضى منهكه تعبانين، يعني اذا العلاج ما يوفره، احنا بلاد الرافدين، بلاد ما بين النهرين، ميزانيتنا 200 تريليون، 200 تريليون ميزانية العراق، علاجه ما موفر. شو بعدين من المؤسسين؟ دولة ودستور ونظام ديمقراطي ونضاحي الدول، شو وقت هاي؟ شو وقت يحسون بها اهل الضمائر؟ ذولا ما يصحون، ضمير ما عندهم، غيرة ما عندهم على وطنهم. عدل فراشك شو بعدي؟ Thank you.
الا تجي والله التأخير شلون القلب، يعني تأخير مو شو مات، يعني هسه اسبوع اللي يجي يلا الرنين مالت ابويا، وابويا هسه يعني يردون يطلع الرنين على مود يشوفوني شنو الجرعه اللي طوه اياه. لهذا السبب قالوا الاسبوع اللي يجي. يعني هسه هاي شافت عينك، يعني شو وقت ما للرنين يمن يجي الرنين يطلع يلا. اجلوني. قلت لهم يعني حالته صعبه، فد مره قالوا ماكو علينا زخم. اسبوع اللي يجي. اي والله العلاج اذا اكو ما اكو هنا نشتري من برا. قلت لك ذيك مره طب حط الاسكان، هي دكتوره كتبت لنا قالت روح الصيدلي فلان، ما لقيت علاج، ما لقيت، قال هاي تجيكم توصيه من بغداد، توصاله من بغداد. وفعلا جت تقريبا الساعه من الصبح، من الصبح الثاني وجت الساعه 8 طبت علينا لقاي توصاله 200,000 دينار بس الابره الواحده 200,000 دينار. فتح حالي انا ما اخذت حالي على حساب، والله بالمليون، مليون ونص لي على حساب، ما اخذت حالي. الدكاتره زينه يعني، لا اكو هاي ساعد، والله ساعد المرضى، علاجاتها الخفيفه زينه يعني متوفره، بس اذا اكو ماكو علاج فغصب عليك تشتري من برا، تنطر علي عني غصبا علي. وشك من خير. ايش قد صارت على لحد الان على العلاجات؟ والله عمي ما ادري، والله يعني اقول لك انا ما ادري، دائما نصرف احنا دائما تقريبا مليونين، مليون ونص هيك صرفنا. وعلاجات ما موجوده يعني، مثلا اكو تحاليل مثلا هسه بالنسبه للمريض هذا عدة مال تحليل النخاع ما موجود، احنا اضطرينا نسويناه برا. فبالنسبه للخدمات يعني الطبيه الموجوده الكادر هذا ما مقصرين، يعني ما اشوف تقصير منهم، بس النقص يعني نقص عام، يعني بالنسبه نقص عام يعني العلاجات التحاليل ذني الامور ذني اعاني منه. مثلا التحليل هسه احنا غدا سوينا تحليلين، تحليل مال النخاع الشوكي ما لقيناه هنا موجود، سحبته لنا الدكتور هنا سويناه برا و 85,000 والله. وبالنسبه لكو قبل لا نجي لهنا سوينا تحليل مال الغده اللمفاويه خزعه، فهم اضطرينا سويناه تقريبا 400,000 هيك 350 بهالحدود، هذا هم ما موجود بمستشفياتنا. اي ونطالب ان شاء الله توفر هاي الخدمات، نطالب مثلا كل شيء متوفر بمستشفياتنا، ما نضطر نمشي لبرا مثلا، هاي الامور ان شاء الله نتامل خير. انسام محمود ماجد محمد نجيح علوي
عاصم كريم. يلا عم شباب. تفاصيل هسه. اول شيء عندنا الجرعه كانت 220,000 نشتريها ما موجوده، هاي وحده. ثانيا ساعدك علاج شيء بسيط هذا ما موجود، يعني شيء بسيط هذا لا موجود هسه عندنا بالمستشفى. لا الكادر، لا كادر شغلته محترمه ما اعطيهم اي شيء. زخم عليه ثقيل صحيح من كل المحافظات، من السماوه، من البابل، من النجف، نفس النجف موجود، كله موجود. بس اكو علاجات ما متوفره، بس هاي هاي وشكرا. طالب بس العلاج، بس العلاج اللي ده فقط. الجراحه سواد ثلاث ارباعها ما عادها. الله وكيلك ثلاث ارباع سايكل كلها ما عادها. الله وكيلك كلها ناس، الله وكيلك العالم كلها ما عادها. ومن السماوه اكثر شيء سادك ثقل هنا من السماوه. الله يشهد ورسوله، اولاد ما عادها. اي والله ديوان يعني من كل المحافظات، من الفرات الاوسط وغير الفرات الاوسط. اني 2018 اي هنا بالمستشفى الاورام، 2018 هنا انا راجع بالمستشفى الاورام هاي. ومن دوي شهادات ومهمات مصاب قناص مريض، يعني مصاب عسكري. هذا عنده مرض هنا انقرصت مرتين، انقرصت مناعه ماكو ياثر بها اي شيء. وحتى الدكتور يقول له تجي موتك بالتسلسل، يعني انت ما تعيش، ما اظن تعيش، يعني جماعتك شبع ما يورد على شكل الصراحه. والله العظيم جماعتك يقول لي شبع ما يورد، انت عايش عليه وش؟ قلت له شو اسوي دكتور؟ كان ما حد يساعدني. قال انت مو داوم بالدفاع، المفروض الدفاع هم يعني هم اللي يعينونك، هسه جاي يطلعون، جاي يلتقون ويا الناس هواي، يطلعون من الخارج يساعدون بشغلات. قلت والله دكتور شو اسوي؟ رحت مره واحده وظليت. هسه عاد سويت عود، عاد قدمت من جديد عود على الوزاره، وبعد ما ادري يقولوا لي انتظر. بالنسبه لاسباب السرطان او الاورام الموجوده حاليا واللي اصلا هي مثبته علميا في بعض الاحيان، احنا طبعا التدخين يعتبر من اهم سبب بالمسببات الاورام السرطانيه، بالاضافه الى طبعا بعض الاحيان الحالات الوراثيه، تاريخ العائله يعتبر من اهم اسباب السرطان. ايضا نلاحظ احنا ايضا النسبه اللي حصلت او زياده عدد الامراض السرطانيه طبعا تضاهي نسبه الزياده في بعض الدول او بالشرق الاوسط، هذا ما قورن. اكيد هو الاسباب انه ممكن زياده نسبه الاشعاع الحادث، تاثير الحروب اللي صار، استعمال المواد الحافظه، زياده استعمال المواد الحافظه ايضا، واسباب كثيره ممكن تكون. فاحنا حقيقه ان شاء الله يعني مع وجود هذا الزياده الحاصله في اعداد المرضى، يعني التوسعه اللي حصلت بالمركز الحمد لله انه ممكن تستقبل او تستوعب هذا الزخم الحاصل. طبعا مثل ما ذكرت تقريبا بنسبه 65 إلى 70% هم من ليس من اهالي النجف حقيقه، من باقي المحافظات، من اقصى الجنوب الى الشمال، ايضا في تقريبا من كل المحافظات يستقبل المركز هذه الاعداد.
كل جرعه هي موجوده. والله الفحوصات هاي جاي تشوف يعني هسه التحاليل في الساعة ساعة ونص تطلع تحاليل ونراوهن للدكتورة مع بس العلاج يعني الدكتورة هسه إذا كتبت العلاج لازم أشتري من برا إيه يعني لازم أشتري هذا العلاج يصير عندي مرات يوصل 50 يوصل 75 يوصل يعني بهالمرحلة التراوح هذا السعر إيه يعني بالمستشفى من يكتبوا للدكتور كتب العلاج ما موجود أطلع برا أشتري بالنسبة للمراجعات بس بالنسبة للكيماوي الشخصية قلت لك هذا حبوب 50,000 أشتريه من برا. توسيع المختبر الدم شوي المفروض توسع بأجهزة أكثر لكون أقل تحليل هسه حاليا ساعتين لثلاثة إلى أربع مرات يتعطل تحليل الدم من هذا الباب إحنا يعني اللي يجي بالتسعة ويتعطل أربع ساعات راح يوصل للوحدة الوحدة احتمال الأطباء تطلع بعد ما يلحق يسوي علاجه هاي اثنين. عندنا بالنسبة للجنوب كله جاي راجع بهالمستشفى كباص ناصرية بصرة عمارة ديوانية حلة جاي تجي هنا ليش؟ لكونه هذا المستشفى الفرات الأوسط احنا نريد توسعته بعد أكثر الخدمات بعد أكثر أطباء بعد أكثر مكان ما طبيب واحد على القرص وعده محاضرة ويطلع المفروض اثنين من هذا الباب والمختبرات الدم شوية توسع. أدوية أكو قسم من المرضى أدويتهم ما متواجدة هنا يعني هسه هذا الشخص أقربائي قاعد هنا اشتراها أول بارحة اشتراها ب9 ملايين دينار 3 أوبر ب9 ملايين دينار من الشارع فإحنا نطالب وزارة الصحة توفير العلاج لهيج حالات أكو حالة إنسانية وأكو حالة شخص تعبان أكو عمالة يشتغل عمالة راتبه 20,000 دينار يوميته هذا ما يقدر يشتري هاي الكمية. أنا عندي مريض وهو مريض والدي وصار 3 سنوات أراجع هالمستشفى مستشفى الأورام بالنجف وأنا من سكنة النجف حالياً أخذ جرع كل الجرع يطلب الدكتور تقييم للحالة والتقييم ما يصير إلا بأشعة البتسكان. أشعة البتسكان سعرها بالنجف 750,000 مستشفى أمير المؤمنين تخصصي ومستشفى مدينة الطب الأندلس ومدينة الطب سعرها 800-850 زين أنا كل الجرع والجرعة كل 21 يوم يطلب تقييم الحالة من أجيب لها الحالة؟ يا ريت يعني وفرون أشعة البتسكان بالمركز أو هاي المستشفى حتى نخلص من هاي المعضل لأنها حقيقة معضل يعني أذية مو هنجي يعني كل شهرين ونص لازم نقيم الحالة تقييم الحالة ما يصير إلا بهاي الأشعة هسه حتى جرعتين أو ثلاثة قال لك الدكتور أشعة البتسكان فإحنا من وزارة الصحة وحضرتكم أنتم هالقناة مشرفة بتوصلون صوتنا وتجهزون أشعة البتسكان كألية أنا مريض وكل هاي المرضى الموجودة المرضى أكثرهم محافظات ناصرية وبصرة وعمارة وسماء وديوانية وأنا من النجف فمشكلة البتسكان مشكلة معضل يعني معضل يعني 750,000 كل شهرين ونص وانت قيس المريض شقد محتاج وشقد وضعيته ما تتحمل. نشكر قناتكم الموقرة بهذا اللقاء واحنا انا مواطن من الناصريه جاي اتعالج هنا مستشفى النجف الاورام ليش شنو السبب انه الكادر اللي قليل هناك بالناصريه علاجات قليله فاحنا نضطر نجي هنا احنا هنا العلاجات ان شاء الله موجوده بس شنو بعض العلاجات ما متوفره بالمستشفى نطالب وزاره الصحه بتوفيرها للمستشفى حتى الناس دائما انه هذا الخط الوسط هو يعانون من هذا الامراض الموجوده حاليا في المستشفى الاورام. عندنا معاناه وهاي يعني ابسط الامور انه الاشعاع يوم يشتغل وشهرين عاطل. عندنا علاجات ما متوفره. عندنا يعني المستشفيات قاعده تعاني. علاجات غاليه. يعني والله حتى بيوتنا بعناها. الله الشاهد وفرنا علاجات. فاسالني مين نجيب احنا يصير بدالي مين نجيب؟ نبوك والله تعبنا، ناشدنا الحكومه، ناشدنا الدنيا كلها، ما قاعد يوفرونا وما قاعد يسمع صوتنا، صوتنا ما نعرف وين قاعد يروح. ناس هاي ابرياء، ناس ضاله بالمستشفيات، ما حد الها والله بالقران. وعلاقات عندك علاقات تجيب علاج، ماكو علاقات ما تجيب علاج.
هاي هذا الترتيب اللي عندنا، فبزعنا والله بزعنا. انا بالنسبه لي صار لي سنتين اعالج وماكو فايده. هسه يلا على حيتم عندي شباب انه الا واحد يجيب علاج غالي، مين يجيب علاج غالي؟ والله ما عندنا، الله شاهد حتى بيوتنا بعناه والشكوى لله بزعنا. العلاج اللي يعني هسه اكو ناس عندي علاقات بيها والله علاجات قاعد يجيبونها ب 10 مليون و 12 مليون و 13 مليون. اي هذا الترتيب، اي مين يجيب العالم؟ والله ماكو. يعني ابسط الامور هو الاشعاع، الاشعاع يشتغل يوم واحد يعطل يعطل اربع اشهر، هذا الترتيب اللي عندنا. فبزعنا والله بزعنا ملينا. وهاي شكاوينا الناشد الحكومه، الناشد الوزاره، الناشد الدوله، ما حد قاعد يسمع صوت. وهاي الناس الابرياء كلها قاعده مبطله قدامك، الله شاهد. نحن خير من دفعينا.